بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 41. حياكم الله. نستأنف ما توقفنا عنده في باب ستر العورة، إذ قال رحمه الله تعالى: وروي أيضا عن أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهى صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، ومعناه والله أعلم أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفيه على نفسه، بل يكون مفتوحا، وهذا هو السدل واشتمال الصماء في الصلاة، ولا تفاسير أخرى لاشتمال الصماء، لكن هذا هو أظهرها، أن يصلي بالرداء ولا يعني على كتفيه ولا يرد طرفيه بعضهما على بعض، وأن يحتبي الرجل يعني يجلس وقد رفع رجليه وركبتيه، رفع ركبتيه ولا يلم عليه اللباس، لأنه يخشى أن تبدو عورته. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد في غزو مكة، فتح مكة، قبل ذلك فأرسل أبا بكر رضي الله عنه يحج بالناس، وأرسل عليا معه ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الجاهلية، ويقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، فكانوا يخلعون ثيابهم إلا من وجد صديقا له من أهل مكة يعطيه ثوبا، فهذا من أمور الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزو لفتح مكة بسنة أرسل علي بن أبي طالب ينادي ألا يحج بعد هذا العام مشرك، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولا يطوف بالبيت عريان، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، فدل على أن من شروط صحة الطواف ستر العورة كما هو في الصلاة. نعم. وروي أيضا عن ابن المنكدر قال: دخلت على جابر وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. نعم. الثوب الواحد إذا ستر عورته يكفي، يعني القطعة الواحدة الإزار يلفه على نفسه ويستر عورته، ولو لم يكن على كتفيه شيء لا يكون عليه رداء، إنما يكتفي بالإزار، هذا تصح الصلاة فيه. وجابر أراد أن يبين هذا الحكم الشرعي. نعم. وفي رواية له: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وأثيابه موضوعة على المشجب. نعم. يريد جابر رضي الله عنه أن يبين الجواز،
أنه يجوز للإنسان أن يصلي بالإزار إذا لفه على نفسه وعقده ستر عورته، ولو كان بادي الكتفين والصدر ليس عليه رداء صلاته صحيحة. فهو أراد أن يبين الجواز والكمال أن يستر كتفيه. نعم. وفي لفظ لأحمد من حديث أبي هريرة نهى عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقيه. نعم، هذا يدل على أنه لا يصلي بالإزار المفتوح ولا الرداء المفتوح، وإنما يخالف بين طرفيه لأجل أن يستر عورته، ومن أجل أن يجمل صورته أيضا بالرداء الملفوف على أعلى جسمه. نعم. ولهما عنه: وإن اشتمل الصماء في الثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء. نعم، يصلي ولو اشتمل بثوب واحد، يعني قطعة واحدة من القماش، كأن يكون عليه إزار فقط وليس عليه رداء، لكن يجعل من طرف الإزار شيء على كتفه ليس على عاتقه، يعني كتفه منه شيء، لأنه والله أعلم من أجل أن يثبت عليه ولا يبدو شيء من عورته. نعم. وعن البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حلة حمراء، مع أنه نهى عن لبس الأحمر للرجال، قالوا كما قال ابن القيم: هذا دليل على أن هذه الحلة الحمراء ليست حمراء خالصة، بل فيها شيء من البياض، فإذا كان الثوب أحمر يعني ليس حمرة خالصة فلا بأس أن يصلي به وأن يلبسه، إنما النهي عن لبس الأحمر الخالص للرجل. نعم. وعن أنس قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. نعم، الحبرة يعني الحلة الحبرة، يعني التي محبرة بالألوان والنقوش. نعم، ولا تكون من الأحمر الخالص. نعم. وفي حديث أبي جحيفة: خرج في حلة حمراء ثم ركزت له عنزة. نعم، لما أراد أن يصلي خرج في حلة حمراء، يعني غير خالصة، حمراء غير خالصة، فيها شيء من الألوان الأخرى، وإلا فالحلة الحمراء الخالصة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، وقد نهى الرجل أن يلبس الأحمر الخالص، وإنما المراد حمراء يعني غالبها أحمر وفيها غير اللون الأحمر. العنزة هي العصا القصير، تركز أمامه سترة له في الصلاة، هذا دليل على مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة، إما بأن يركز أمامه شيء أو يصلي إلى جدار أو إلى شجرة أو إلى شيء منصوب أمامه، هذه السترة في الصلاة. نعم. ولأبي داود عن عمران بن الحصين مرفوعا: لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر. نعم، الأرجوان الشيء الأحمر، ولا يلبس المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر، المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر. ولهما عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير، ولما فيه من الإسراف والتنعم وكسر قلوب الفقراء، فالرجل لا يلبس الحرير الخالص،
ومن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لأن لباسها للجنة حرير ولباسهم فيها حرير، لكن في الدنيا ما يلبسه المسلم وإنما يلبسه غير المسلمين. نعم. ولهما عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعي السبابة والوسطى وضمهما. نعم، هذا يدل على أنه يستثنى من الحرير الطراز الذي في الثوب، من الحرير لا بأس به قدر 4 أصابع، قدر 4 أصابع، هذا الطراز الذي يكون على كم الثوب أو على جيبه، هذا لا بأس به العلم من، ويسمونه العلم من الحرير، إذا كان بمقدار 4 أصابع فأقل. ومثله الزري، لأن الزري ذهب، شيء من الذهب، فإذا كان قدر 4 أصابع كما في الشوت على الرجال فلا بأس، أما إذا زاد عن 4 أصابع فإنه لا يجوز. نعم. ولمسلم إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. نعم. وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما. نعم، هذا الحديث فيه دليل على جواز لبس الحرير للرجل إذا احتاج إلى ذلك، لأن كان فيه قمل أو فيه حكة، والحرير يعني يبرد الحكة أو يناسب الحكة، لا بأس بذلك، لأن هذا لأجل الحاجة ما هو لأجل الزينة. نعم. وللترمذي وشكوا إليه القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما. نعم، كما سبق أنه يجوز للرجل لبس الحرير للحاجة، كأن يصاب بالجرب أو يصاب بالقمل فإنه يلبس الحرير لدفع هذا الأذى. نعم. وعن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب يعني مطرز بالحرير ثم نزعه صلى الله عليه وسلم كراهية له، دل على أنه لا يعني لا يناسب للرجل أن يلبس المطرز في الحرير، وإن كان يجوز ما اليسير منه، يجوز اليسير منه، الطراز اليسير منه يجوز هذا، علما على الثوب أو على الكم أو على الجيب هذا يستثنى ويجوز. نعم. وعن عائشة أنها نصبت سترة فيها تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فنزعه وقطعه وسادتين فكان يستند عليهما. نعم، وهذا يدل على أنه لا يجوز تعليق الصور ولا ما فيه صور لذوات الأرواح، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل حجرة عائشة وكانت سترت سهوة في الجدار، يعني فرجة في الجدار، سترتها بستارة فيها تصاوير، فأبى أن يدخل صلى الله عليه وسلم حتى هتكت هذا الستر وجعلته وسادة أو وسادتين، فجلس عليهما رسول الله، اتكأ عليهما صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنه لا يجوز تعليق الصور في المجالس، لا سيما صور العظماء من الملوك أو العلماء، لا يجوز تعليقها على الجدران، وأنها إذا جعلت على الوسائد أو ما يتكأ عليها أو ما يداس إن ذلك جائز، لأنها مهانة بهذه الطريقة، تكون مهانة
أما إذا علقت فهذا دليل على أنها معتنى بها وأنها متخذة للزينة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. ولهذا لا يجوز تعليق الصور على الجدران، لا سيما صور المعظمين. نعم. ولأحمد فقد رأيته متكئا على أحدهما وفيها صورة. نعم، كما سبق أن إذا كانت الصورة مهانة يجلس عليها أو يتكئ عليها أو يوطأ عليها فإنها لا بأس بذلك لأنها مهانة. وإنما النهي عن الصور المكرمة التي تعلق على الجدران، لا سيما صور المعظمين، فإن هذا أمر لا يجوز. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، يعني صورة معظمة. أما الصور التي تتخذ للحاجة ولا تعلق، وإنما تتخذ للحاجة، تكون في صندوق أو في وراء غلاف للحاجة، صور جواز السفر أو التابعية أو ما أشبه ذلك، لا بأس بها للحاجة، ولكن لا تعلق وتبرز. نعم، إلا عند الحاجة. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح الفوزان هذا البيان. هذا يزيد الريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى الدرس القادم إن شاء الله. السلام.